الحلقات السابقة كنا تعرفنا على التنوع البيولوجي الموجود في أهم الوديان والبحيرات معتمدية نفزة. المرة هذه باش نهزوكم وسط الغابات المجاورة المياه العذبة هذه واللي يختلفوا باختلاف أنواع الأشجار اللي نلقاو. كما أشجار الزين، الفلين، الصفصاف، صنوبر الحلب والكالاتوس اللي يمثلوا مكان مهم لتواجد برشا أنواع من الطيور المهاجرة والمقيمة. الغابات هذه تعتبر وسط بيئي أساسي للطيور الجارحة وين توفر لها الفرائس اللازمة من الحشرات والزواحف والطيور والقوارض، إضافة إلى أنها المكان المناسب للتكاثر وتعشيش الجوارح الليلية كالبومة السمراء والبومة الصغيرة اللي تتواجد في الغابات الغير كثيفة، والجوارح النهارية على غرار العقاب الباشق أو السيف والحدقة السوداء. بالنسبة للحشرات، الأنواع لا تحصى ولا تعد، ونذكر منها حشرات نلقاهم بالأشجار الحية والميتة لزنسيك سابخوكسيليك، تساهم في إعادة رسكلة المواد العضوية إلا أن وجودها أصبح نادر ومهدد بسبب انخفاض عدد الأشجار الميتة. في نظام البيئي للغابات، المجموعة هذه يتحكم في توازنها أنواع من الوزخ الموجود في الخشب الميت تحت لحاء الأشجار أو تحت الحجارة. فما أنواع أخرى من الحشرات مهمة جداً للحفاظ على استقرار النظام البيئي، وهي خنفساء كلة براز الحيوانات، حيث أنها تساهم في خفض معدل انبعاث غاز الميثان. تعتبر الخنفسة هذه الغذاء الأساسي للعديد من الحيوانات خاصة من الزواحف، نذكر منها الزرزومي والوزغ، إضافة إلى 7 أنواع من السحايا. وكذلك تمثل مصدر غذائي مهم للطيور أكلة الحشرات على غرار أبو الحناق، الصعوة، القرقف، متسلق الشجر، وخاصة أنواع الثلاثة من النقار الخشب الموجودين بشكل أساسي في غابة الزين والفلين. من تستغل تجويف الشجر للتكاثر.